اخويا غادي نقول لك بنت بنيه ما نقدرش. علاش؟ علاش هو النام المجتمع والناس ما كيرحموش. نهضر ديال الناس راك عارف والدين والتقاليد ديالنا ما تسمحش لينا. واخا دابا البنت البلية في المغرب ما تزوجش انت ما بقاش. ايوا النهار الاول قال لي باك طاح في السوق قال لي راه من الخيمه خرج عوج. دونك داكشي راه من الوالدين ومن والله يعفو عليها. بصراحه نقدر نقبل ومن بعد نوقف انا وياه ونعاونو باش يتجاوز هذه المرحله ويقطعهم. هانجي اللي غتوقف معاه باش الا كان كيبغيها غادي يقدر يتخلى على اي حاجه على قبلها. هو البليه حاجه صعيبه ولكن الا كان واحد الحب بيناتنا واحد التفاهم نتزوج بها ومن بعد بشويه بشويه راه غنحيدو الامور تحسن. ماشي كيعني ان بلي غتبقى مبليه طول حياتها ولا انسان كيتغير فهمتي. كانت فيه شي عيوب كيحيدها، كانت فيه شي حوايج ما مزياناش كيحيدها، كيبلاصها بحوايج مزيانين وتقدر تفاهم معاه وتكون سعيد معاه اكثر من وحده عاديه ما تتكمي ما والو. حيت القيم ديالي ما غاديش تسمح لها. اول حاجه ما غاديش نحكم عليها حيت ما عرفتش كاين اللي مبلي والداخل ديالي زوين فهمتي، ولكن من الاحسن اخويا لا، حيت الصراحه في الزمان دخل قلال بنات الناس وبنادم كيقلب على المراه الصالحه الا بغيتي دير مستقبل. اما لك تي باغي الزواج يكون ماشي مع واحد القيم لانه ولاد وداك الشيء تقدر يقدر يتزوج بها. عاوتاني ما تحكمش، بنادم كاين طوب وحجر فهمتي اخويا. لا بيان سور لا اوف كورس، حاجه باينه لا اي واحد اصلا ما غيبغيهاش سيرتو البليه ديال المراوات. اول حاجه اخويا انا اللي نتزوج ببنت مبليه انا ما غنرتاحش معاها في حياتي وما غنرتاحش معاها في المستقبل، والداري اللي درت معاها الداري غادي يخرجوا كاع حتى هما مبليين. وثاني حاجه ما عائلتي انا ما غاديش يبغوني ناخذ شي بنت مبليه، وانا اصلا ثالث حاجه ما كنفكرش كاع في ما بقاوش كيبانوا لي ان البنات كاع يعني اكثريه ولاو غير بنات تقدر تزوج بشي وحده وتولي عاوتاني كدير شي حاجه من موراك ولا الخيانه ولات عندنا بزاف ولا الفساد بزاف وما بقاوش بنات الناس قلال وبنات الناس. نقدر بالحق الا كان غير بكارو ما الا كان بالشراب والحشيش ولا بالمهلوسات ما نقدرش، حيت فحال هذاك كتكون العيشه معاه شويه خطر. هو في الصراحه تزوج بنت مبليه علاش؟ لانك الا كنتي راجل غتعرف كيفاش تسيرها، ان الراجل ديما كيحكم المراه، ما كايناش المراه اللي كتحكم الراجل في الدين الاسلامي. ولا عرفتي تعرف كيفاش تحيد البليه غتحيدها، الا كانت تبغيك وباغا تعاشرك وناويه المعقول راه اوبليجي غتحيد البليه. تقدر تخلق لك مشاكل ولكن المشاكل هي بسيطه، لان احنا في المجتمع ديالنا دابا المغربي ولا عندنا المساواه ما بين المراه والرجل.